في مدينة مدنين عود على بدء الإشكالات المتجددة بالمستشفى الجامعي بمدنين بخصوص الخدمات المقدمة للمواطنين لما يستمر تعطل استغلال آلة السكانر منذ أكثر من سنة، إلى جانب محدودية الموارد الطبية وشبه الطبية، وخاصة الأطباء المختصين الذين يغادرون المستشفى من سنة إلى أخرى، ولا سيما قسم النساء والتوليد، باعتبار أن هذه المؤسسة الاستشفائية يأمها ويقصدها مواطني ولايتي تطاوين ومدنين لتلقي الخدمات. لسكانير لقسم أشعة للطب لا حد شيء، قعد كان الهيكل حتى معناه شوية العوان ولا الإطارات اللي قعدوا يخدموا راهم بالموجود، مستشفى راهو يستغيث، المواطن راهو ما عادش فيه. بالنسبة للسبيتال ككل هو بهذه الكبيرة، أما نحكوا على قسم التوليد، المرأة في مدنين تعاني في قسم التوليد، أول حاجة تجي لا تلقى طبيب لا حد شيء، في أي حالة يعدوها البنقدان يعدوها الجربة يعدوها، كأن ما عندناش، رانا مركز ولاية المفروض متوفر فيه كل شيء. مشكلة كبيرة ان السبيتار يبقى من غير سكانير، ناهيك على الماتريال الباقي، برشا ماتريال ناقص. اثنين، فما معضله اخرى اللي اعوان الصحه اللي احنا نطلبوهم بتحسين الخدمات، ولكن نتضامنوا معاهم في حاجه في نقص الاطار الطبي، نقص طب الاختصاص، هذا اللي يخلي الاعوان في مشاكل شبه يوميه مع المواطن. الاداره الجهويه للصحه بولايه مدنين تؤكد من جهتها هذه الاشكالات، مشيره الى وضع برامج مختصه للتنفيذ مع الوزاره الاشراف لتجاوز هذه الاشكالات، وخاصة آلة السكانير وتوفير الأطباء المختصين في الاختصاصات الحيوية. حول الله سيقع تدعيم بتجهيزات اللازمة والموارد البشرية في حدود الإمكان. بالنسبة للسكانير وقع تجهيز فضاء للسكانير وفي انتظار قيام شراءات على مستوى الوطني بإمكانية التدعيم، وهي أولوية بالنسبة للمدنين. ننتظر تجهيز إصلاح الجهاز الأول اللي هو ثم إشكالية مع الشركة الموردة في ثم قطعة ننتظر وصولها وإضافة سكانير ثاني. في مدينة مدنين مستشفى جامعي، كان مستشفى جهوي تحول إلى صبغة جامعية، لكن ذلك لم يترافق بتنفيذ عديد الآليات حتى يكون مستشفى جامعيا يؤمن كل الاختصاصات، ما يتطلب تدخلا عاجلا من سلطة الإشراف لتأكيد ذلك.